إيصال الحي الجديد بدواودة في تيبازا بقنوات الصرف الصحي مشروع بدأت البلدية في تنفيذه ليتوقف قبل انتهاء الأشغال، أمر أثار سياء السكان. بعد الشهر ولا هو طريق مقطوعة بعد ما كان والو، إيه ضرب الشهر ولا هو مقطوع، ودوكا يا عم خلاوه وراحوا، خدموا نص، جات مهندسة ولا حبساته، قال مانيش عارف عليها حبساته، هو ديجا ما على بالوش، كي سقسيناه قالنا ما على باليش، خلاها هكذاك وراح. هذه هي كيما لا كولينوبلي، الربوة المنسية اللي كتبها مولود معمري. ما نشوفوهمش، ما يجوش كاع عندنا هنايا. يجو غير في البوط، فوطي ما كان والو هنايا، رانا محقورين ما كاش كاع الحفر هذو، المشروع هذايا حفروا ومن بعدهم حبسوه. يبوا يكملوا يخدموا على هذه الطريق هذه، احنا ما لاباش واش هم دايرين هنا كاع لحد الان لحد الساعه ما لاباش واش هم دايرين، يكملوا يخدموا على الطريق يسقموا يعاودوا لها الكودرو. انشغال توجهنا به الى المسؤول الاول عن البلديه الذي قال بشانه. على مستوى الحي الجديد اندارت دراسه شامله تاع تهيئه الحي في المجال الصرف الصحي، وصينا بريمير اوبيراسيون راهي اونكور، راهي حبسه لاسباب تقنيه اللي ان شاء الله راح تتعاود يعاود تقلع لونتربريز تكمل لا بريمير ترونش. الحمد لله لانسكريبسيون دو لا دوزيام ترونش كايتي ايفاليو 15 مليون دو دينار قبلها ان بي سي تي 2014، المقاول هذا يكمل ان شاء الله اللي طرافون سو لو فيناليزي ان شاء الله باذن الله افون لا فان 2014. غالبا ما تتداخل عدة عوامل تقف حجر عثرتنا أمام استكمال مشاريع التهيئة، وضع يدفع أكثر إلى الاحتقان وإشعال فتيل الاحتجاجات، فهل تسعى السلطات إلى إطفاء نار الغضب والالتفاف إلى الانشغالات اليومية للمواطن؟